هذه المبادره اللي كتشوفوا ما هي الا مبادره طيبه ومحموده تاتي في اطار العمل التطوعي قام بها شباب من ساكنه ديال بلمسيك واللي كتعتبر بدورها كي كنقولوا واحد المبادره طيبه قام بها سكان الحي بمساهمات ديالهم وكنتمنوا ان شاء الله تعمم على باقي ساكنه المقاطعات لانها كتعطي واحد الرونق وواحد الجماليه في المظهر وهذا ان دل على شيء فانما يدل على تطوع هذه الفئه الشابه وعندهم ما يزيدوا يعطيوا ان شاء الله في المستقبل البعيد مساهمه تقريبا ما هو الا عمل تطوعي يعني ساهم فيه ابناء الحي ابناء الساكنه بالاضافه الى الناس ديال الجاليه المغربيه القاطنه بالخارج اللي هما جيران ديالنا لهم جزيل الشكر قاموا بهذه المبادره ونتمنوا ان شاء الله هذه المبادره تعم سائر الاحياء الشعبيه سائر المقاطعات باش تعطي واحد الجماليه واحد الرونق لمدينه الدار البيضاء الكبرى ونتمنوا ان شاء الله الله يحفظنا ويحفظكم من هذا الوباء لتنتهي هذه المرحله باقل خسائر وتنتهي ان شاء الله بواحد كي كنقولوا بواحد الجانب احتفالي ولو على شكل الوان شكل رسومات اللي كتعبر على تفاني هاد الشباب والتطوع ديالهم. هاد المبادره خويا جات من جهه الجيران كلهم تحدوا باش يديروا هادشي وكانت مبادره زعما حسنه وكنتمناو كاع هاد الناس كلهم يديروا مبادره ويزينوا الاحياء ديالهم وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع عندنا هاد الوباء وهادشي راه من صميم القلب تبرعوا به كاع الجيران كلهم الحمد لله. وكنتمنى هاد الشباب تا هما نتمنى لهم حد موفق ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي عم تاخذوا هاد البادره حسنه وكنتمناو كاع الحومات هنا يديروا بحال هاد المبادره ويزينوا تما المحلات ديالهم وهو نافع لكل شيء نافع لعباد الله ونافع الجيران نافع لكل شيء. درنا خويا هاد المبادره باش نهرسوا الستريس ديال كورونا لان الواحد في هاد الحظر الصحي من الاحسن ياخذ هاد المبادره ونخدموا في الدرب ديالنا ونصلحوه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.